السلام عليكم. هناخد كورس الداتابيس سيستم 1. دي أول محاضرة معاكم دكتورة سارة شهاب. هنشتغل مختلف الكورس من الريفرنس ده اللي هو رمز المصري. نبتدي أول محاضرة مع بعض. عايزين نعرف يعني إيه داتا. الداتا هي عبارة عن مجموعة من البيانات الحقيقية زي الاسم، زي السن، زي الاي دي. كل دي عبارة عن داتا ريال بسميها عندي داتا. طب الداتا بيس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوليكشن اوف الداتا دي، يعني مجموعة البيانات دي ما تبقى موجودة مع بعض في مكان معين، دي اسمها داتا بيس. الداتا بيس بالنسبة لي لازم تكون داتا ليها علاقة ببعض، ريليتد ببعض. يعني ما ينفعش أنا كطالب يتعمل داتا بيس لطالب وأحط معاه مثلا الناس المسؤولة عن المخازن مثلا في الكلية. ما ينفعش أعمل داتا بيس خاصة بطالب وأحط معاه داتا بيس خاصة بناس من الستاف. تمام؟ فالداتا بيس دي عبارة عن داتا ريال، والداتا دي ريليتد ببعض، ليها علاقة ببعض. في حاجة عندي اسمها الميني وورلد. الميني وورلد ده العالم الصغير اللي هو حوالين الإنسان، اللي هي فيه الداتا الحقيقية دي، زي الستودنت جريد، زي الستودنت ايدج، الستودنت ديجري. كل الكلام ده كله يعتبر خاص بالميني وورلد اللي هو العالم الحقيقي اللي أنا عايش فيه. في حاجة عندي اسمها الداتا بيز مانجمنت سيستم، الدي بي ام اس. يعني ايه دي بي ام اس؟ الداتا بيز مانجمنت سيستم دي عبارة عن مجموعة من البرامج بتتعمل علشان اليوزر بالنسبه لي يقدر يكون مبسط بالنسبه له ان هو يستخدم الداتا بيز دي، يعمل كرييت ليها، او يقدر يشتغل عليها من حيث ان هو يعمل كويريز، الابديت، السلكت، الديليت. كل الحاجات اللي اليوزر بيعملها دي بيعملها عن طريق الداتا بيز مانجمنت سيستم. مثال على الداتا بيز دي بالنسبه لي، في حاجه اسمها التراديشنال داتا بيز او التراديشنال ابلكيشن. دي الداتا بيز العادية الطبيعية جدا اللي احنا بنعملها، اللي بنخزن فيها حروف وأسامي وأرقام، الحاجات اللي هي العادية دي اسمها الترديشنال داتا بيز سيستم أو الترديشنال أبليكيشن، بيبقى عبارة عن أرقام وحروف بس. لكن في داتا بيز أنواع تانية زي المالتي ميديا داتا بيز. المالتي ميديا داتا بيز دي بتبقى عبارة عن داتا بيز متخزن فيها صور ومتخزن فيها فيديوهات. وفي حاجة عندي اللي هي الجيوغرافيك انفورميشن سيستم اللي هي الجي اي اس. دي بتبقى داتا بيز متخزن فيها خرائط احوال الطقس، صور القمر الصناعي، الحاجات دي. في عندي حاجه اسمها الداتا وير هاوس اللي هي الاولاب. الاولاب اختصار لكلمه اونلاين اناليتيكال بروسيسنج. يعني ايه داتا وير هاوس؟ الداتا وير هاوس المصطلح ده احنا خدناه قبل كده وتعرضنا ليه. الداتا وير هاوس ده معناه مكان كبير جدا بخزن فيه الداتا بيز او الفايلز بتاعتي كلها. اي مكان، شركه او مكان كبير ليه داتابيز كويسه ومحترمه، بيبقى عنده حاجه اسمها الداتا وير هاوس بخزن فيها كل الداتا بتاعتي، بس بخزن الداتا بتاعتي بالتفصيل. يعني انا كيوزر ما يفرقش معايا ان هو يطلع لي المنتج ده اتباع في خلال ال5 سنين اللي فاتوا ازاي، الرينج بتاع الحاجات. مثلا انا عامل انتاج مثلا للبس، مثلا اللون مثلا الاحمر معايا مشي كويس، اللون الاسود لا ما مشيش كتير. الحاجات دي كلها الديتيلز، الديتيلز دي بتبقى موجوده في الداتا وير هاوس. تمام؟ الداتا وير هاوس بيبقى الحاجات اللي متخزنه فيها دي متخزنه في حاجه اسمها يا كتالوج يا ديكشنري. تمام؟ والحاجات دي اسمها ميتا داتا. الميتا داتا دي عباره عن الداتا بتاعتي متخزنه في كتالوج او ديكشنري. سوري. بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا اعمل بيها تقرير، اخد بيها ديزيشن معين. يعني انا لو فتحت الميتا داتا بتاعتي دي وبعدين ببص على صنف معين لقيت ان هو مش ماشي بالطريقه الكويسه زي صنف تاني، ابدا اخد قرار هل الصنف ده هبطل ان انا انتجه ولا هعمل دعايه اكتر للصنف ده عشان يمشي معايا، وهكذا. فدي داتا وير هاوس. عايزين نشوف الداتا بيز مانجمنت سيستم ايه الفانكشناليتي بتاعتها او ايه الخصائص بتاعتها اللي هي بتقدر تساعد اليوزر بيها. في عندي 4 حاجات. تمام؟
اول حاجه الديفايننج، تاني حاجه كونستراكتنج، تالت حاجه مانيبوليتنج، رابع حاجه التشيرنج. يعني ايه ديفايننج؟ ديفايننج في المرحله دي الداتابيز مانجمنت سيستم بيخزن لي البيانات في الداتابيز، وبيخزنها سوري بيعرف الداتابيز بتاعتي انواع الداتا اللي انا مستخدمها في الداتابيز، نوع الداتا بتاعتي ايه. يعني انا هدخل مثلا الستودنت نيم، ده نوع ايه المفروض كاركتر، هدخل الاي دي المفروض ان هو نيومريك. ومسؤول برضو في حته الديفايننج دي ان هو يحط لي الكونسترينز على الداتا دي. يعني انا لو بدخل مثلا سالري، والسالري بتاع الموظف ده انا عايز ادخله من رينج مثلا جنيه لحد 1000 جنيه، وحطيت الكونسترين ده، الدي بي ام اس حط الكونسترين ده، انا كيوزر عشان اجي ادخل لو دخلت 1001 هيطلع لي المفروض يطلع لي الارم ويقول لي في غلط، ان في كونسترين ان الحاجه دي ما تعديش كذا. والكونسترين برضو لما اجي اقول له في الداتابيز، لما كنا بنكريتها قبل كده مع البي اتش بي وجينا نكريت اليوزر نيم، قلنا اليوزر نيم عباره عن كاركتر ما بين قوسين 15 حرف. يعني انا حاطه كونسترين ان هو لازم يكون 15 حرف ما يزيدش عن كده، لو زاد عن كده برضه هيطلع لي فيه الارم ايرور. كونستراكتنج الداتابيز، الكونستراكت معناها ان انا اشوف الداتابيز بتاعتي دي هخزنها في اي ستورج، هخزنها في البرايمري سوري في السكندري ستورج، ايه في الهارد ديسك، في الاكسترنال هارد ديسك، المكان اللي انا هخزن فيه الداتا بتاعتي. تالت حاجه عندي المانيبوليتنج الداتابيز، دي معناها ان التعديل بقى على الداتابيز، مرحله التعديل على الداتابيز، ان هي الفانكشن اللي الانسان بيستخدمها او اليوزر بيستخدمها علشان يقدر يعدل في الداتابيز بتاعتي، سواء كان سيرش ابديت ديليت، عايز يسلكت من الداتابيز دي، طبعا بيستخدم فيها الكويريز اللي هي سيلكشن انسيرشن ديليت سورتنج، كل الكلام ده كله اليوزر عايز يعمله بيعمله عن طريق المانيبيليتنج الداتابيز. رابع حاجه البروسيسنج اند تشيرنج. التشيرنج يعني ايه؟ الدي بي ام اس بيوفر لي حاجه اسمها التشيرنج. التشيرنج معناها ان انا عندي الداتابيز بتاعتي بعمل لها تشير ان اكتر من يوزر يقدر ياكسس الداتابيز دي في نفس اللحظه. مثال عليها زي ايه؟ زي مثلا النتيجه، لو انا عملت نتيجه الطلبه وعملتها وحطيتها وعملت تشير للنتيجه دي، ممكن انت تفتح النتيجه وفي نفس الوقت زميلك يفتح النتيجه وفي نفس الوقت حد تاني يفتح النتيجه، بحيث ان هو كلنا نقدر ناكسس الداتابيز دي في نفس الوقت. بس الداتابيز مانجمنت سيستم في حته التشيرنج دي لازم يكون في بروتكشن على الداتابيز دي، ويقدر يعمل كونكرنسي بين الريكوستس وبعضها، لان في حاجات بتبقى محتاجه مني لو هاخد فيها قرار، زي مثلا ايه لو بحجز مثلا سيت في طياره مثلا، فالسيت ده هفتح اشوف ايه الاماكن المتاحه بالنسبه لي، فممكن الاقي سيت واحد، فكان انا كيوزر وفي يوزر تاني بنأكسس نفس المكان ده دلوقتي وعايزين نفس التذكره، فالدي بي ام اس المفروض يكونكرنسي الحاجات دي، ان انا لو اوكي انا كسارة انا عملت كونفيرمد للحاجه دي وحجزتها، يبقى هو اوتوماتيك عند الناس، عند اليوزر التاني هو شغال يقول له ان الداتا دي not available دلوقتي. تمام. الداتابيز مانجمنت سيستم برضو لازم يبقى ايه، يعمل نوت الاونج للان اوثرايزد بيرسون او الان اوثرايزد يوزر ان هو ياكسس الداتا بتاعتي. طبعا بيدي صلاحيات لكل واحد يستخدم ايه بالظبط وما يستخدمش ايه بالظبط، وهنتكلم عليها برضو في السلايدز اللي بعد كده. الدي بي ام اس بيعمل بروتكشن على على الداتابيز بتاعتي ان هو ما يتعملهاش هاكينج مثلا، بيعمل مينتيننس اصلاحات على الداتابيز، وبيعدل اي ايرورز موجوده جوه الداتابيز بتاعتي هو المسؤول عنها ان هو يظبطها. الشكل ده بالنسبه لي مهم، ده شكل اي داتابيز. الشكل ده معناه ايه؟ معناه عندي ان انا اول حاجه بيبتديها هو اليوزر او البروجرامرز، نخليها اليوزر. اليوزر بالنسبه لي اول ما يبتدي يستخدم الداتابيز بتاعتي هيعمل كويري، كويري اللي هو انا بطلب حاجه معينه، انا عايز اسيرش على حاجه معينه جوه الداتابيز، فعملت كويري سلكت كذا من الداتابيز،
هوير ان كذا وايكوال كذا. بعد كده هتيجي مرحله الدي بي ام اس سوفت وير. الدي بي ام اس دلوقتي هيبدا ياخد الكويري بتاعت اليوزر ده ويعمل لها بروسيسنج، يبدا يترجم الكويري دي هو عايز ايه، وبعد كده يبدا يشوف الستور داتا بتاعته ويأكسس الداتا الستور اللي عنده. انا قلت لكم الداتا عندنا بتستور في مكانين، مكان هيتخزن فيه الداتا بتاعتي ومكان هيكون فيه داتا وير هاوس اللي هو الميتا داتا بتاعتي اللي هو فيها الديفينيشنز الخاصة بالحاجات دي وتعريفها وايه الديتيلز بالتفاصيل المملة اللي فيها. هيبقى الدي بي ام اس يسيرش على الكويري دي، هيشوفها هنا في الستور داتا، لقاها والله تمام ويرجعها، وتمام ويرجعها لليوزر ان هو لقى كذا كذا كذا، ما لقاهاش هيبدأ يدخل عند الميتا داتا يشوف بالتفصيل الديفينيشنز كلها والحاجات اللي هي متعرفة خاصة بالداتابيز دي، ويبدأ يشوف لي الحاجة اللي أنا بدور عليها دي موجودة ولا لأ. ده اكزامبل على الميني وورلد الخاص باليونيفرسيتي والستيودنت. الانتيتيز دي الحاجات دي انتوا واخدينها المفروض في السيستم اناليسيز، موجود الانتيتيز وازاي ليها علاقة ببعضها ومترابطة ببعضها. فالانتيتيز بتاعتنا هتبقى الستيودنت، الكورس، السيكشن، الديبارتمنت، الانستراكتور، الناس اللي موجودة عندي في الداتابيز اللي هي الانتيتيز بتاعتي. طب احنا عايزين الريليشن شيب بينهم، الريليشن شيب هتبقى بين السيكشن والكورس، والستيودنت والسيكشن والكورس، والكورس هيبقى ما بينهم علاقة اللي هي بري ريكوايرمنت كورس، انا الكورس ده عشان اخده ايه الحاجة المتطلبة ليه علشان اقدر اخده. الانستراكتور والسيكشن بيتيتش السيكشن، الكورس والديبارتمنت، الستيودنت والديبارتمنت. الحاجات دي بتترجم ازاي؟ الحاجات دي بتترجم على التيبلز بتاعتي. التيبلز بتاعتي زي تيبل الكورس، موجود فيه الكورس نيم، كورس نمبر، كريدت اورز، الديبارتمنت. هلاقي ان الكورس ده ليه علاقة بال سوري بال التيبل ده ليه علاقة بالتيبل اللي هو الديبارتمنت، ومش موجود هنا بس ليه علاقة بالتيبل الديبارتمنت. ايه الحاجة اللي بتربطهم ببعض اللي هو الكولم ده؟ الكولم ده اسمه ديبارتمنت. ألاحظ إن الديبارتمنت ده ككولم موجود دلوقتي هو فورين كي بيتكرر مش برايمري كي، هلاقيه موجود في التيبل بتاع الديبارتمنت كبرايمري كي، إن هو الديبارتمنت عندي هيبقى يا سي اس يا اي اس يا بايو يا اي اي، مش هيتكرر في التيبل الخاص بالديبارتمنت. فأنا أخدت منه فكده عملت لينك بين الكورس والديبارتمنت. هنلاقي فيه هنا الكورس فيه ما بين علاقة ما بين الديبارتمنت، شايفينها اللي هي الريليشن شيب دي ترجمت في التيبلز ان هو اخد من الديبارتمنت الكولم ده وحطه لي جوه الكورس فربطهم الاثنين ببعض. هنا في السكشن هنلاقي السكشن ايدنتيفاير والكورس نمبر. الكورس نمبر دي هي نفسها الكورس نمبر اللي فوق هنا، بس هنا مش متكررة وهنا متكررة، فاخد دي وحطها هنا، يبقى كده ربط لي الكورس مع السكشن بعلاقة مع بعض. هنبص هنا في الريليشن شيب هلاقي الكورس سوري الكورس والسكشن، هلاقي السكشن في علاقة بينه وبين الكورس فعلا مظبوط. يبقى انا افهم من كده ان انا اي داتا بيز عايز اعمل علاقة بينهم وبين بعض، يبقى اخد كولم من هنا من الداتا من التيبل ده واحطه في التيبل التاني، كده انا عملت لينك بين الاتنين او ريليشن شيب بين التو تيبلز. عايزين نشوف الكاركترستيك بتاع الداتابيز، دي الخصائص اللي موجودة في استخدام الداتابيز بتاعتي. طبعا احنا القديم خالص قبل ما نستخدم الداتابيز كنا بنستخدم ان احنا نخزن الداتا بتاعتنا كانت في فايلز، كنا شغالين فايلز ونخزن الداتا بتاعتنا زي البروجكت اللي احنا اخدناه قبل كده، كنا شغالين الداتا بتاعتي اللوجن واليوزر نيم باسورد كانوا متخزنين في فايلز، وطبعا الناس كانت بتشوف مشاكل كتيره جدا في استخدام الفايل، لان الفايل ممكن الداتا تتكرر كتير، ما اقدرش احافظ على كل حته الريدندنس دي، ما اقدرش احافظ عليها قوي. كان التعامل بشكل عام مع الفايلز طريقته مش كويسه قوي زي طريقه التعامل مع التيبلز. هي عامله زي ايه؟ زي ما انا مثلا لما اجي اعمل
الداتا بتاعتي اجي اكتبها عادي كده جنب بعض في سطور جنب بعض، بحس ان الداتا بتبقى كتيرة جدا. لكن لو الداتا دي اتقسمت على تيبلز، هحس ان التيبلز شكلها منظم اكتر وشكلها في الاستخدام احسن، واقدر اوصل للحاجة اسرع من الكلام الكتير اللي هو بيتكتب نظري ورا بعض. عايزين نشوف الخصائص بتاعت الكمبيوتر بتاع سوري بتاعت الداتا بيز بتاعتي. اول حاجة self describing nature of a database system، يعني معناها ايه self describing nature of the database system؟ معناها ان انا عندي دلوقتي في جزئية في ال database اللي هي الميتا داتا او الداتا warehouse اللي اتكلمنا عليها من شوية، فهي دي بت ال database management system بيبقى فيه كتالوج بيعمل لي ستور للديسكريبشن للداتابيز بتاعتي، بيحط فيها الداتا ستراكشر بتاعتها ايه، التايبز بتاعتها ايه، الكونسترينز اللي موجوده فيها ايه، الحاله بتاعتها ازاي، هل الريتم بتاعها ماشي سريع ولا بطيء، هل الحاجه دي بتبقى بسرعه ولا لا، كل التفاصيل وادق التفاصيل عندي ككتالوج او داتا ديكشنري اللي هي المفروض الميتا داتا دي بيوصفها الداتابيز بتاعتي. فدي اول حاجه ان هي سيلف ديسكرايبنج نيتشر اوف الداتابيز. تاني حاجه الايزوليشن بتوين البروجرام اند داتا اللي هي المفروض اسمها بروجرام داتا اندبندنس، معناها ان انا عندي مفيش ترابط بين الداتا والبروجرام، في عزل بين الاثنين. زي ايه؟ زي دلوقتي لو انا عندي عامله بروجرام بستخدمه علشان اتعامل مع الداتابيز بتاعتي دي، وجيت دلوقتي في الداتابيز والله شلت الكولم المفروض انا كنت مرتبها ازاي، الكولم الاولاني كان النيم، الكولم التاني كان الديت، الكولم التالت كان السالري، فانا جبت السالري حطيته في الاول، هل البروجرام بتاعي يتأثر؟ المفروض البروجرام بتاعي مش هيتأثر. شلت الداتا بتاعتي من مكان وحطيتها في مكان تاني، هل الداتا بتاعت البروجرام بتاعي هيتأثر؟ يعني البروجرام هيتأثر ازاي؟ الستبس بتاع البروجرام بتاعي هتتأثر بحاجة؟ لا مش هتتأثر، أنا مجرد غيرت المكان، غيرت الكولوم من هنا لهنا، غيرت في الداتا اللي جوه دي، مش هتفرق معايا إلا لو حاطط كونسترينز معينة على الداتا دي وأنا خالفت الكونسترينز دي، ساعتها هيحصل مشكلة. لكن دلوقتي في مرحلة عزل بين البروجرام والداتا بتاعتي. ده شكل الكتالوج بتاعي اللي هي الميتا داتا اللي احنا قلنا عليها، الاكسبريشن ده مهم ولازم تبقوا عارفينه. هنا الريليشن قال لي ان الستودنت عنده 4 كولم، الكورس عنده 4 كولم، السكشن عنده 5 كولم، الجريد ريبورت فيه 3 كولم، البري ريكويست المفروض فيه 2 كولم. جه هنا بالتفصيل في الكتالوج شرح لي قال لي ان النيم ده المفروض الداتا تايب بتاعته كاركتر وهو 30 حرف، والريليشن بتاعته او هو بينضم للستودنت، الستودنت نمبر المفروض 4، وتبع الستودنت برضو الكلاس المفروض انتجر 1، المفروض ان هو بينضم للستودنت برضو، الميجر عبارة عن ميجر تايب والستودنت برضو. فهو خد لي من هنا الستودنت ان هو 4 كولم، خدهم هنا بالتفصيل الاربعة كولم اللي تبع الستودنت هما ايه، والداتا تايب بتاعتهم ايه، واللينس بتاعهم قد ايه، ولو في كونسترينز طبعا هكتب هنا كونسترينز برضو اللي هي ايه، كل الحاجه بالتفصيل ان ديتيلز. نرجع للكاركترستيك تاني، احنا اخدنا الكاركترستيك قلنا السيلف ديسكرايبنج ناتشر اوف داتابيز، تاني حاجه الايسوليشن بتوين البروجرام والداتا، تالت حاجه الداتا ابستراكشن. الداتا ابستراكشن اللي هي المفروض الفصل بين البرامج والبيانات، ازاي بيعمل فصل؟ يعني معناها ان انا عندي دلوقتي اليوزر لو عايز يتعامل مع جدول مثلا الستيودنت، اليوزر ملوش دعوة بحتة ان ده متخزن فين، مكانه فين، او العمليات دي تمت ازاي، او الحاجات دي حصلت ازاي، ملوش علاقة. انا كيوزر بطلب حاجة من الداتابيز، انا عايز الحاجة دي ترجع لي، فماليش علاقة ايه اللي حصل وايه اللي تم ومتخزنة فين والكلام ده كله. انا اللي يهمني اشوف الكونسبتوال فيو اوف الداتابيز اللي هو شكل الداتابيز عامه اللي هو التيبلز اللي احنا قايلينها، يشوف الطالب ده والله جايب ديجري كام، الطالب ده مثلا عنوانه فين، الطالب ده رقم تليفونه ايه. ماليش دعوه بقى بكل الكلام اللي حاصل ان انا مخزناه فين او ان انا حاطه
عليه ايه كونسترينز او حاطه ايه الكلام ده كله. ده في اسمها داتا ابستراكشن، فصل بين الداتا وبين اليوزر او متطلبات اليوزر بتاعك. رابع حاجه سبورت اوف المالتيبل فيوز اوف ذا داتا، سبورت اوف مالتيبل فيوز اوف ذا داتا معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الداتا دي في ليها كذا فيو. ازاي؟ ان انا دلوقتي الداتابيس دي لما بعملها بتكون مخصصه لكل واحد يشوف ايه بالظبط من الداتابيس دي، مش هشوفها كلها. يعني مثلا انا عامل داتابيس خاصه بالدكاتره مثلا، فحط الدكتور واسمه وتليفونه والسالري بتاعه مثلا. فانا كطالب عايزه اكسس الداتا بتاعت الدكتور دي، عايزه اعرف والله الدكتور ده مين ورقم تليفونه ايه. فدلوقتي في الطالب ليه صلاحية يشوف ايه؟ هيشوف اسم الدكتور وتليفونه بس، لكن ملوش علاقة بكل التفاصيل الباقية، ملوش علاقة بيه، ملوش دعوة بالعنوان، ملوش دعوة بالسالري، ملوش دعوة بأي حاجة تانية غير الحاجة اللي تخصه بس. برضو نفس الكلام الموظف بتاع الأمن، الموظف بتاع الأمن بيبقى معاه داتابيز بيبقى فيها أسامي الدكاترة ايه، أسامي الطلبة ايه، عنوانهم ايه، حاجات أمنية بس، ملوش دعوة برضو الدكتور ده برضو بياخد كام، ملوش دعوة الدكتور ده بياخد كام كورس، كل الحاجات دي. معناها بقى الـ support multiple views of the data إن كل واحد ليه في حاجة لشأنه بس، لتخصه بس، ما ينفعش أتدخل في حاجات الآخرين. يعني أنا كستودنت ليا حاجات معينة أشوفها وحاجات ما أشوفهاش، كستاف ليا حاجات أشوفها وحاجات ما أشوفهاش، كحد تاني مثلا من الموظفين ليهم حاجة يشوفوها وحاجة برضو ما يشوفوهاش. الحاجة التانية اللي هي الـ sharing of the data and multi-user transaction processing. الـ sharing الداتا اتكلمنا عليها من شوية، إن إحنا نعمل share للداتا وكل الـ users يقدروا يأكسسوا الداتا دي في نفس الوقت، وقلنا إزاي الـ DBMS بيعمل حاجة اسمها الـ concurrency control، إن هو يعمل control على الداتا بتاعتي بحيث إن في حاجات ما ينفعش يأكسسها الاتنين في نفس الوقت، ولو حد خد حاجة في المكان ده ما ينفعش انها تبقى available للشخص التاني. زي الاونلاين، لو حد فيكم اشترى اونلاين وجي قال له ان الحاجة دي في منها وان بيس باقية، فانا وغيري عملنا حاولنا نعمل اكسس على الحاجة دي، فمعلش يعني انا ما ينفعش ان انا اقول اكسس على حاجة واحجزها ولا ان هي افيلابل لحد تاني. طب ما هو كده في مشكله عندك في الداتابيز اللي انت مستخدمها، ان انت مش عامل كنترول على الحاجه دي. الحاجه دي عندي في الستوك واحده، بمجرد ما حد يعمل حجز ان هو ياخد الحاجه دي يبقى خلاص اوتوماتيك الحد التاني لما بيجي حتى لو خلص الانفورميشنز بتاعته ان هو خلاص هيعمل حجز للحاجه دي، بمجرد ما يجي يضغط حجز يقول له لا خلاص اوريدي الحاجه دي اتحجزت والناس اخدتها خلاص، مش ايه ما ينفعش ان انت تحجزها تاني. تمام، عايزين نعرف مين هم الداتابيز يوزرز، مين الناس اللي بتستخدم الداتابيز دي. في عندي حاجة اسمها اكتور اون ذا سين، وفي حاجة عندي اسمها وركرز بيهايند ذا سين. اكتور اون ذا سين دول الناس اللي ظاهرة قدامي، اللي انا شايف او متخيل ان هم دول الوحيدين اللي بيستخدموا بيشتغلوا على الداتابيز. البيهايند ذا سين اللي هم الناس مش شايفاهم او مش واخده بالها ان الناس دي بتعمل شغل في الداتابيز. الاكتر اون ذا سين زي مين؟ زي الداتابيز ادمنستريشن. الداتابيز ادمنستريشن ده مين؟ ده الشخص اللي معاه الصلاحيات كلها والمسؤول عن كل حاجه ومسؤول عن اي عطل موجود في الداتابيز، وهو اللي بيدي صلاحيات للناس مين يستخدم ايه ومين ما يستخدمش ايه، بيعمل كنترولينج على كل حاجة، وأي مشاكل تخص الداتابيز لازم نرجع للادمنستريشن بتاعنا. فالادمنستريشن داتابيز ادمنستريشن ده الكل في الكل في الموضوع، اللي هو مسؤول عن كل حاجة خاصة بالداتابيز وبصلاحيات الناس ومين ياكسس ايه ومين ما ياكسس ايه والكلام ده كله. في عندي الداتابيز ديزاينر. الداتابيز ديزاينر ده مسؤول عن شكل الداتابيز، بيرسم لي شكل كروكي كده للداتابيز بتاعتي ويشوف القيود اللي هتبقى على الداتابيز ايه، والداتابيز دي تتعامل ازاي وتتعامل مع مين ومين يروح لمين، والمفروض الريليشن شيب بين مين ومين،
ومين اللي له علاقة، كل ده بيترسم في رسم كروكي زي اليو ام ال والحاجات اللي انتوا كنتوا واخدينها قبل كده. طبعا الداتابيز ديزاينر في حد مهم جدا لازم يقعد معاه قبل ما يعمل ديزاين للداتابيز دي، وهو مين؟ وهو الاند يوزر. الاند يوزر ده الشخص اللي هيستخدم الداتابيز في الاخر. يبقى انا كديزاينر قبل ما اعمل ديزاين للداتابيز بتاعتي لازم اشوف الاند يوزر ده طلباته ايه، هو عايز ايه، هو عايز الداتابيز بتاعته دي تعمل له ايه وتوفر له ايه. تمام، فببدا اشوف طلباته وابدا ارسم رسم كروكي للداتابيز بناء على وصف الاند يوزر ده هو عاوز ايه. ما ينفعش اعملها من دماغي، لازم اشوف الاند يوزر اللي هيتعامل مع السيستم ده هو محتاج ايه، وايه الحاجه اللي عايز يحطها في السيستم بتاعه ده. الاكتر اون ذا سين برضه الاند يوزر. الاند يوزر ده هو الشخص بقى اللي بيتعامل مع الداتابيز، بيحط الكويري، بيطلع ريبورتس عن الداتابيز، بيعمل ابديت للحاجات اللي هو عايز يعمل لها ابديت. كل الكلام ده خاص بالاند يوزر. الاند يوزر ده ملوش علاقه الحاجه اللي جوه دي معموله ازاي واتعملت ازاي، ملوش اي دعوه بالكلام ده كله. الاند يوزر ده زي مثلا الكاشير اللي موجود في السوبر ماركت. الكاشير ده اعتقد انه ما يعرفش داتابيز، ما يعرفش اصلا بروجرامينج، ما يعرفش اي حاجه، بس كل اللي يعرفه ان هو معاه السيستم ويبدا يشتغل عليه. لما تلاقيه في الصيدليه عندك، اللي موجود في الصيدليه او اللي موجود في السوبر ماركت، تبدا تقول له مثلا انا عايز المنتج الفلاني، يبدا هو يبص عنده على الجهاز، تلاحظ ان هو بيبص على الجهاز يقول لك والله هو مش عندي، بس موجود عند الفرع التاني اللي موجود في الحته الفلانيه، بس موجود عند الفرع التاني في الحته الفلانيه. فهو عنده داتابيز شيرد شايف بيها كل الفروع بتاعتهم، المنتج ده موجود بكميه قد ايه وموجود في المكان الفلاني بالعنوان الفلاني. تمام، بس هو الاند يوزر ملوش اي علاقه بالسيستم وملوش اي علاقه هو اتعمل ازاي. عندي السيستم اناليست والابليكيشن ديفلوبر. السيستم اناليسز او السيستم اناليست هو اللي بيحدد الطلبات بتاعت اليوزر. طبعا انت كسيستم اناليسز قبل كده واخدين في ماده السيستم اناليسز، انا بقعد مع الحد اللي انا بعمله سيستم اناليسز المكان بتاعه ده وابدا اشوف الريكويرمنتس بتاعته ايه، هو عايز ايه وعايز يحقق ايه وعايز يعمل ايه وايه المتطلبات، والمفروض التصور المبدئي للحاجه دي عامل ازاي. فده مسؤوليه السيستم اناليسز. الابليكيشن بروجرامر، البروجرامر ده هو اللي بيعمل الابليكيشن اللي بيشتغل عليه الداتابيز دي. انا طبعا لما بروح في مثلا في هايبر او في كده مش بلاقي الراجل فاتح لي الداتابيز وبيشتغل عليه على طول، لا ده في كود معمول معين بلغه برمجه معينه، ولغه البرمجه دي بربطها بالداتابيز دي عشان اقدر اشتغل عليها. تمام، هي دي الداتابيز مانجمنت سيستم، هي مجموعه برامج معموله بتستخدم، او هي دي زي اليوزر انترفيس برضو بروجرامر عاملها علشان يقدر يتعامل مع الحاجات الخاصه بالداتابيز. فانا عندي دلوقتي الابلكيشن بروجرامر، البروجرامر هيعمل ابلكيشن سواء كان بالجافا او بغيرها زي الناس اللي هتاخد في بروجرامنج 3، هياخدوا يعملوا ديسك توب ابلكيشن كامل متكامل زي اللي معمول في هايبر بالظبط. هعمل والله دي او اي بالكودينج بالاكسسنج بكل حاجه، وهعمل له انتر اكشن مع الداتابيز، هوصله بالداتابيز اعمل كونكت ما بينه وبينه، واي حاجه عايزها اليوزر موجوده في الداتابيز يبدا يطلعها له عن طريق الايه الابلكيشن ده. فالبروجرامر عندي اكتر اون ذا سين. عايزين نشوف بقى البيهايند ذا سين اللي هم الناس اللي مش واخدين بالنا منهم، السيستم ديزاينر والامبلمنتورز. الديزاينر اللي هو عمل الدي بي ام اس باكج ده في البيهايند ذا سين، انا في الاخر ليا بالابلكيشن اللي شغال اللي هو البروجرام العامل اللي هو كان في الاون ذا سين اللي هو اللي انا شايفه، لكن اللي هو عمل الامبلمنت للدي بي ام اس مش بشوفه قوي، مش شايفاه، واللي عمل له امبلمنتيشن وعمل له ديزاينر برضه مش شايفاه، ده بيهايند ذا سين. التول ديفيلوبرز ده بيهايند ذا سين. التول ديفيلوبر ده اللي هو عمل اليوزر انترفيس، اللي عمل انتر اكشن بين اليوزر انترفيس وبعضيها، اللي عمل
بالفورمنج للداتابيز، عمل ديزايننج للموديلنج اللي موجود في الداتابيز، عمل الحاجات دي كلها. التول ديفيلوبر ده بيهايند ذا سين. الاوبريتورز اند مينتيننس بيرسونال، الناس المسؤوله عن المينتيننس بتاع الداتابيز، يعني اي كيس عندي انا طبعا اي حاجه بعملها في ال بروجرامينج لازم اعمل عليه تيست كيسز. ما ينفعش اعمل برنامج وما اعملش عليه تيست كيسز او الكيس ستادي اللي بعملها عليه. فلما باجي اعمل برنامج بشوف الكيسز بتاعتي، والله انا عملت 10 كيسز اتحقق منهم 6 مشوا مظبوط ولقيت 4 طلعوا مش مظبوطين، يبقى كده في دروب اتعمل في ال4 كيسز دول. ابدا اعمل مينتيننس على الحاجه دي، ان هي ايه، ابدا ان انا اشوف ايه الحاجات الغلط وابدا اعمل اصلاحات عليها على الداتا بيز، بحيث ان هي كل الكيسز تنفذها لي وتبقى مظبوطه. ايه الادفانتج بتاع استخدام الداتا بيز؟ الادفانتج عندي لاستخدام الداتا بيز، اول حاجه بيقلل او بيعمل كنترولنج على الريدندنسي، مفيش تكرار في الداتا بتاعتي. حته الشيرنج بتاع ما بين اليوزرز دي حاجه كويسه جدا الداتا بيز عاملاها لي، ان احنا نقدر ناكسس احنا كلنا نفس المكان في نفس الوقت. restructing unauthorized access to data بيعمل restrict مش كل الناس تقدر تستخدم الداتا بيز في نفس الوقت وبنفس الكيفية، كل واحد ليه privilege أو خصائص الأكسس للداتا دي ما ينفعش إن أنا أتخطاها. ممكن يعملي providing باك أب ريكفري للسيرفرز بتاعتي، بيعمل باك أب للداتا بتاعتي وممكن أعمل ريكفري ليها في أي وقت عادي. Providing multiple interfaces to different classes of users، دي نفس حتة الستيرنج، إن هو أكتر من يوزرز يقدر يستخدم ال database بتاعتي دي. بيقدر يعمل لي complex relationship بين الداتا، بيقدر يتعامل مع ال complex relationship اللي ما بين الداتا دي ويقدر يحللها ويعملها في ال database. فدي ال advantage بتاعت ال database أو استخدام ال database بتاعتي. بكده تكون المحاضرة الأولى خلصت، عبارة عن introduction على ال database، database management system، وإيه ال characteristics بتاعتها وإيه الحاجات اللي هو بيعملها ال database management system. وبكده تكون المحاضرة انتهت. السلام عليكم ورحمة الله.